انا بعد ما روحت امبارح كلمني السيد مساعد وزير الداخليه وقال لي ان انزل اقابلك واشوفك عايز ايه. انا تحت امرك يا طارق بيه. انا بقالي 7 ساعات بلف من مكتب لمكتب من مديريه لمديريه ومفيش حاجه بتحصل. طارق بيه انا بقالي 2 ونص بنلف على الحكايه دي من مديريات لاقسام لحواري وبرضه مفيش حاجه بتحصل. انا ماليش دعوه بيك. انا طارق شاهين. بص يا باشا، انا ممكن اوصل لاي حد في البلد دي تتخيله او ما تتخيلوش، ممكن ادفع اي مبلغ بس البت دي تتجاب ويتقبض عليها. ايه ده يا طارق بيه، ركز في الكلام اللي انت بتقوله. انا مقدر ظروفك كويس وانا واقف معاك للاخر. الو، ايوه معالي الباشا. ايوه يا باشا تحت امر. انا مقدر ظروفك. ايوه يا طارق بيه معايا. ابنك ان شاء الله غيرك. حاضر معالي. حاضر معالي. صلى الله. ماشي كده. اتفضل معالي. ده مساعد وزير الامن يوصيني عليك يا طارق بيه. انت اكيد اب ومقدر ظروفي. ارجوك سعيد يا باشا، البت دي لازم تتمسك. ممكن تقابل حد تاني وتضحك عليه برضه. شوف يا محروس، انا وزعت الصور بتاعتها على كل مديريات الامن، بس الواضح ان انتوا وقعتوا مع نصابه محترفه. حتى جوزها عليه قضيه قتل. يا نهار اسود. عارف يا باشا. يا نهار اسود. حسبنا الله ونعم الوكيل. ممكن تقومي معايا بالراحة؟ على مهلك، على مهلك. ها تقدري تقولي لنا انت اسمك ايه دلوقتي؟ دماغي هتفرقع، صداع. معلش الدكتور قال يعني حالة مؤقتة وشوية شوية هتفتكري كل حاجة. الدكتور قال كمان ان انت عندك طفل صغير، حاولي كده تركزي تفتكري اسمه ايه. ايوه اي حاجه هتفتكريها يعني هتسهل الموضوع، يعني مثلا عندك ولد ولا بنت. هو انا ام؟ انتوا عملتوا فيها ايه؟ حرام عليكم. انا عايزه امشي من هنا. لا لا ما ينفعش تتحركي. اوعي. لا 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 اوعي. لا 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 لو سمحتي. اوعى. مشوني من هنا. بليز بليز خليكي خليكي. ما تمشي. الحركة خطر عليكي دلوقتي. صداع. مشوني. دماغي. تعدي السنة دي وشوية الكوكايين دول ايه؟ هيبقوا كيلو واتنين. اهدى على نفسك، انا كل اللي بتقوله ده ما يخصنيش. انا عايز اعزل، وكل ما اقولك تقولي اصبري اصبري. انا زهقت يا ولية. زهقتي من ايه؟ لسه بقولك عايزين نلم ايدينا وبتاع. طب انت عارفة ناقص تكة ونعوم في الملايين. ملايين ايه؟ انا عايزة شقة، شقة وهدوم وروشانة. يا ولية هتفرتكيهم. ده القرش بيجيب قرش. لا يا اخويا، القرش بيجيب الهنا البحباحة. طب انت عايزة ايه دلوقتي؟ عايزة شقة مش زي دي. شقة واسعة وعفش حلو، وغير الدهب الصيني ده البس دهب. انا بقى عايز شوية حاجات، انما ايه؟ انت ما تعوزش حاجة خالص. جرايه ولية بتكلميني كده ليه؟ انا شغال عندك. اسمع كلامي يا راجل، احنا مش عايزين نبقى زي الفيران اللي عايشين في جحر. عايزين نقب على وش الدنيا، نعيش مع الناس الكويسين، فاهم؟ ولما تقفش تقفش. ما انت عمال خارج داخل خارج داخل. اتقفشت امتى؟ اللي بتعمله هنا اعمله هناك. ماشي، نبيع الحاجة وناخد فلوسها وبعد كده انا بنتكلم. انا قاعدة لك بقى لحد ما اشوف هتعمل ايه. هات الفلوس دي. خد.
لا إله إلا الله. الله يرحمك. الله يرحمك يا أم صباح. كانت ست طيبة وعلى نياتها. بس بقى عملت فينا فصل، الله يسامحها. هي اللي عرفتنا عليها وجابتها لنا لحد هنا. الله يرحمها ويحسن إليها. يا رب. بس عارف يا صلاح، لما شفت طارق بتاع المنيا ده وهو هيتجنن على ابنه اللي ضاع منه، افتكرت حالتي لما سرقتني وهربت. بس هو وجعه اكتر مني يا صلاح، عشان هي خلفت منه وخدت الواد. الحمد لله يا اخويا انك انت ما جبتش منها عيال. غارت غارت. طيب الحمد لله. بس الناس اللي هي ضحكت عليهم في المنيا دول تقال قوي. طارق ده مليونير، واحنا قاعدين معاه في مدير امن اتصل ووصى عليه. عارف ده معناه ايه؟ معناه انها فجره وقدرت تلف الراجل ده هو كمان. لا لا مش ده قصد الكلام. هي هربت منه ليه؟ لما عبد العزيز كشفها في المنيا، زي ما هربت من هنا لما كوثر كشفتها. يعني ايه؟ مش عرفني يعني ايه؟ اديني بتكلم معاك وخلاص يا صلاح. بس يعني لو هي غاويه سرقه هتقعد مع الراجل سنتين؟ هو في حد ممكن يعمل كده غصب عنه صلاح؟ ربك هو اللي اعلم بالقلوب. ربنا يسامحنا جميعا. اشرب يا احمد. تسلم. اشرب. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه حوار ان open relationship ده؟ انا يعني؟ يمكن؟ انا بتكلم بجد. وانا ما بهزرش. ايوه يعني ايه؟ يعني ساعات الكلام ده بيبقى عليكي. مو ساعات. وساعات على غيري. بالظبط. ايه رايك في اللوحة دي؟ حلوة. ده انت شايفني حلوة قوي كده؟ كل الستات اللي تعرفهم بترسمهم؟ اللي بتعجبني. انت تعرف ستات غيري يا مختار؟ انزلي. ليه كل واحدة فيكوا تخش عليا دخلة أنا لازم أأممك؟ ليه أأممك دي؟ يعني تحطيني في الحصالة بتاعتك. طب أنا أحطك في الحصالة بتاعتي. طول ما أنت معايا أنت بتاعي. ماشي.